احترم كل لعيبه نادي الزمالك ونحترم نادي الزمالك كاداره وجهاز ولعيبه، لكن لا نتعاقد مع احد اطلاقا عنده عقد ممتد خالص مع فرقته يعني خالص. طيب لكن لا من ممكن، بعيد ولا من قريب لكن يعني. ممكن تفاوض حد عقده خلص. بص احنا في السوق يعني، فانت عارف كويس قوي مين اللي عقده خلص ومين اللي عقده ما خلصش، فانت بتقول اللي قدامك، فانت بتقول الواقع. احنا لا من قريب ولا من بعيد تمام بنتكلم على حد في نادي الزمالك حاليا اطلاقا يعني انتوا قفلتوا ملف ان انتوا تاخدوا لعيب من نادي الزمالك؟ انا بقول لك انا في الوقت الحالي ما بتعاقدش مع حد ولا بلمح لحد ولا قعدنا مع حد خالص حتى خالص. فرجاني ساسي مثلا يحق ليه التوقيع لاي نادي؟ ما فيش اي مثلا كلام من قبل النادي الاهلي لا مع لعيب زي لا فرجاني؟ اطلاقا. ده قيمة فنية عالية طبعا، فرجاني عامل شغل كويس مع نادي الزمالك، لكن لا من قريب ولا من بعيد خالص يعني. خالص. خالص. وده تكتم ولا بصراحة لا بتقولها؟ تكتم لو انا بقول لك مثلا ممكن هنشوف الحياة ممكن تتغير، لكن انا بقول لك انا بنفي الموضوع خالص يعني. بتنفيه خالص لا يعني. خالص. تمام. ساعات النفي بيبقى مش نفي نفي. النفي اثبات. نفي لما اثبات. اجي لك الحلقة التانية بقى يبقى اثبات. طيب.